السلام عليكم. طبعا يسرنا أن نقدم لكم أنظمة رش دهان الكروم. طبعا الكروم عدة أنواع، منه الكروم المزركش زي ما احنا شايفين بجميع الألوان، يمكن استخدامه لشبك السيارات، للطيس، للجنوط نفسها، للمقابض، لمستلزمات الكمبيوتر، الفرش، فرش المنازل، ديكورات المكتبية والتجارية. طبعا النظام ما له حدود الاستخدامات، يستخدم على القزاز، على البلاستيك، على الجلد، على أي مادة صلبة. طبعا زي ما احنا شايفين ألوان جذابة جدا. اللون جميع الألوان طبعا، منها الكروم الميتاليك الفضي والذهبي. طبعا هنا زي ما احنا شايفين الشارت حق الألوان، جميع الألوان يمكن استخدامها.